التوربيون هو من أكثر تصاميم الساعات تكلفة لأنه معقد جداً ويتطلب الكثير من القطع الصغيرة ليعمل بالشكل الصحيح. يدمج التوربيون في بعض الساعات العصرية الباهظة الثمن لإظهار المهارة الصناعية في هذا القطاع، والآن حتى المزورون تعلموا كيفية صنعه. نحن مندهشون جداً من وصول هذا التوربيون المزيف الصيني الصنع إلى مركز مكافحة التزييف في سويسرا، فهو يظهر بأن المزورين أصبحوا اليوم قادرين على إنتاج سلع ذات جودة أعلى. هم باتوا يتوفرون على الدراية التقنية لإعادة إنتاج هذا النوع من الحركة وتصنيع منتجات رفيعة المستوى حقاً. الشيء الجديد الآخر ولكن ليس في قطاع المنتجات الفاخرة هو هذه النسخة الدقيقة للغاية من ساعة تيسو عالية الجودة. كل شيء مزيف هنا، العلبة وتعليمات التشغيل والضمانة. هذه المنتجات المزورة تشبه الأصلية كثيراً، انظروا هذه المزيفة وهذه الأصلية. شخصياً لم أكن لأفرق بين الساعتين إن لم أفتح العلبة لأن المنتوج المزيف بالغ الإتقان. عندما يشتري المستهلك ساعات فاخرة بثمن رخيص قد يشك في أنها مزورة، ولكن عندما يبيعها المزورون بنفس ثمن الساعات الأصلية كما هو الحال هنا فقد يخدع المستهلك، وهذا يلحق خسائر جسيمة بهذا القطاع. يعتقد أن السوق تعج بمئات الآلاف من الساعات المزيفة، ما قد يسبب لنا خسائر بعشرات ملايين الفرنكات. لمواجهة التزييف يجدد صانعو الساعات مراراً تصميم مجموعاتهم، إذ يستخدمون علامات أكثر تطوراً ويجرون عدداً متزايداً من عمليات التحقق لدى تجار التجزئة. بموازاة ذلك قلص القطاع عدد المتعاملين في الخارج.